البيصارة أو البيصر كما يحب أن يسميها أهل الشمال، أحد أشهر الأكلات الشعبية التي لا تحلو سهرات ليالي الشتاء ومساءاتها وحتى صباحاتها إلا وتتوسط صحونها الموائد. هذه الأكلة المرتبطة ببرودة الجو لا يمكن الحديث عنها في طنجة دون ذكر مطعم الموتشو الشهير الذي يتفنن في أعدادها وتقديمها. بيصار الموتشو رأيه مشهور على الصعيد العالمي، ماشي غير المغرب ولا طنجة، الناس بروكسل كيهضروا عليها، يعني ماشي غير هنايا حاليا في المدينه ولا حتى المغرب كامل راه كيهضر عليه. يعني ما كاينش، يعني من الاول ديالها هو كيتقن هذه الماكله، هذه الاكله هذه من الاول ديالها هو كيتقن المذاق ديالها من ناحيه الطعم ديالها. يعني واخا كنتغداو في الدار ولا شي حاجه ولا نفطروا في الدار عندنا ما ندوزو لهنا، من ناحيه اللذه ديالها يعني الطعم ديالها وشي حاجه، يعني ما كاينش من ناحيه الماكله الزنقه من ناحيه التسمم ولا كذا، ما تعتبرهاش هنا نقيه بزاف من ناحية المحل ولا صناعيه ديالها ولا الناس اللي خدامين فيها ولا موالينها. انا ودي كسبرات دائما. هناك سبرات سوق شعبي عتيق بعتاقة هذا المكان الذي بدأ فيه بالعباس حرفة البيصري منذ 44 سنة، محافظا على نفس الجمالية واللذة التي تميز بها في تقديم مأكولات من المطبخ المغربي المنزلي منذ سنوات. لا يحتاج نقودا كثيرة ولا أشياء باهظة الثمن، فقط قلوب صافية وأجواء دافئة قريبة من القلب بكراسيه وطاولاته البسيطة، كأس شاي منعنع وبعض المقبلات الأخرى تصاحب تقديم الطبق الشعبي الشهير بزيت الزيتون والكمون. بيصار عنده مزيونه وكنعرفوا موتشو يعني قديم كناكلوه عنده حتى هي رقم واحد في طنجه، كيعرفوا يعدلوها وكيخليها ثقيله شويش ثالث وبنينه بزاف، وحنا تقريبا يوميا كناكلوها عنده، وهو راه عنده واحد الشهره ماشي هنا في اوروبا في المغرب ويعني معروف. نعطيو غير العافيه هنايا العافيه كنشهروا بالعافيه حنا العافيه والهراوه وشغل ماشي الله ان شاء الله باذن الله. سمع العافيه شحال كتستقبل هادي اللي عندنا شي شيء عشوائي ما عندناش شي على الله تعالى اشغل عدد تقريبا لا ما نقدرش نعطيك الصح تقريبا هادي شي نستور الامور رب العالمين كيسخر حنايا خدامين عندنا الجلبه عندنا الفول كل حاجه بوحدها ناس لا عندنا كذا دائما كل نهار وتيسر لا كل نهار ما كاينش صغير ولا كبير بحال بحال مستوى واحد بحال الشباب بحال الشيوخ بحال كلشي كلشي كيجي عندنا محامي قاضي المهم كلشي كلشي كيجي كلشي اللي كنعرفو كامل كيجي كيعرفنا كامل كيجي كما باقي صغير وتخرج وقرا وجا وعاود كيجي عندنا وكما باقي كيجي عندنا. روائح الحياة ونكهاتها هنا تبدأ وكأنها بصمات للأشخاص والأماكن، ذاكرة مكان لكل زوايا حكاية ومهارة خاصة، ملامح السعادة بادية على وجوه الكثيرين، ابتسامة الرضا تعلو شفاه الجالسين بمطعم الموتشو جعلت زبائنه لا يلقون بالا للعرق ولا للفوارق الطبقية، يجسدون حياة مجتمع متكافل في كل شيء حتى في الإخلاص والوفاء لهذا المطعم. بيصر اللي كيجي كيجي عند ما كيسول كيسول الموتشو كيعرف الموتشو كيجي يسقسي البيصر الموتشو معروفه عالميه بيصر معقول طيبه باي طريقه. 1975 هو هذا المحل ان شاء الله فيه البيصر فيه الفول الجلبه نوع ديال الفول ونوع ديال الجلبه الشهره ديالو هي بسم الله الله اكبر بحال اللي غندبحوا الذبيحه بسم الله الله اكبر. كتطيح الماء شويه وهي يدفى شويه من بعد ما كيسخنوا شويه كتطيح البيصر كتعمل الرغوة كتجوز عليها الصافي كتزور الرغوة ديالها من بعد كتزوز فيها الهراوة كتبدا في العمل ان شاء الله. الموتشو كان يجون عنده الدراري صغارين كيسميهم الموتشو هو كيقول الموتشو من بعد انقلبت المسائل وردوا له هو كيقول الموتشو ما هو الاصل ديالو محمد بن العباس من قبيله انجاره. هذه المطعم البيصاره معروفه
كتلقاه جا هو فين ما مشيتي، اي واحد كيجي من اي بلاصه كيجي لهنايا كيعرف. واحيانا كنجيو جوج ثلاثه المرات حسب احسن بصاره. هي هذه بصاره طبيعيه ما كيديروا حتى شي حاجه، يعني ما كيطحنوها لا بماكينه لا والو، يعني كيتعدل غير باليد. كاين بعض الممثلين بزاف جاونا هنا، منهم رشيد الوالي كيجي كيجي لك كيجي طنجه كيجي لهنايا، بعض الممثلين اصلا ما كنعرفوش الاسماء ديالهم كيجيو، ماشي بزاف كانت هنايا. هذيك اللي مثلت مع لالا فاطمه، لالا فاطمه ولا اش كنقولوا، لا كانت هنايا لا معروف اصلا. الناس كيجيو السوق كاسابارتا بانه سوق كبير، كيجيو كيتشاهوا بايسار، كيجيو كياكلوا كيمشيو في حالهم.